عرفت مدينة أكادير هذا المساء بعد انتهاء مقابلته في حسنية أكادير والوداد البيضاوي أعمال شغب عامة مجمل شوارع المدينة في الأحياء القريبة من ملعب أدرار بأكادير. وكان جمهور المقابلة توجه مباشرة بعد انتهاء المقابلة إلى استعمال العنف ورمي الحجارة على ممتلكات المواطنين وحافلات النقل ورجال الأمن. ورغم الإنذار المسبق لرجال الأمن والترتيبات الأمنية فإن ذلك لم يشفع لها لمحاربة الشغب الذي انتشر ببلادنا، خاصة بعد انتهاء المقابلات المصيرية، خصوصا تلك التي يقوم فيها فريق بيضاوي خصما لإحدى الأندية الوطنية. وكانت أكادير إلى حد قريب تعرف بالجمهور المسالم، لكن في الآونة الأخيرة بدأت المدينة تعرف أيضا أعمال شغب متكررة.